بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصائر والأبصار وضياها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى في سورة مريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. لا يزال سيدنا إبراهيم عليه السلام يقدم الأسوة الطيبة والقدوة الحسنة في التسليم الكامل لله رب العالمين، ضاربا المثل في الإيمان الخالص الصادق لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ممتثلا الأوامر الإلهية والتوجيهات الربانية. فعندما أمره ربه سبحانه وتعالى بأن يرفع القواعد من البيت كان صديقا نبيا، عزم أمره وجمع شمله قاصدا البيت الحرام، قاطعا المسافات الطوال، معلنا التصديق التام والتسليم الكامل لله رب العالمين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وعندما وصل إبراهيم إلى مكة المكرمة استقبله ولده إسماعيل عليهما السلام، وكان إبراهيم مشتاقا لرؤيته، فأسرع إلى إسماعيل فعانقه معانقة الحبيب لحبيبه. وبعدما روى ظمأ عينيه وأشبع فؤاده من إسماعيل عليهما السلام لم يهدأ باله، بل لم يجلس طلبا للراحة من عناء السفر الطويل، فأمسك بيد إسماعيل قائلا له: إني مستعين بك على أمر الله تعالى الذي كلفني إياه. فأجابه إسماعيل قائلا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أي أن إسماعيل يسارع بالسمع والطاعة لله رب العالمين بهذا الأمر الذي أمره الله تعالى، أمر به إبراهيم عليه السلام، وما كان من إسماعيل إلا الإذعان والطاعة لله رب العالمين. ثم عاد إلى أبيه إبراهيم وسأله: لكن يا أبتي، ماذا تنوي أن تفعل؟ فقال إبراهيم عليه السلام: إن الله تعالى أمرني أن أبني هاهنا بيتا. وأشار بيده إلى أكمة مرتفعة، مكان كان مرتفع عن مستوى سطح الأرض في الحرم، أي ربوة مرتفعة قليلا عن سطح الأرض، لم يكن هناك شيء إلا الزرع ولا أي شيء في هذا المكان المبارك ساعتها، ليبني في هذا المكان الذي أمره الله سبحانه وتعالى به ببناء الكعبة في هذا المكان وفق ما أعلمه الله سبحانه وتعالى، كما أوضح هذا في القرآن الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. كانت سعادة إسماعيل بالغة عليه السلام أن اختاره الله سبحانه وتعالى لتلك المهمة المقدسة، وأعلن إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام الشروع في رفع الأسس التي يقوم عليها البيت. فجعل إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة، أي يناول والده إبراهيم الحجارة، وإبراهيم عليه السلام يبني حتى إذا ارتفع البناء وعلى وأصبح لا تطوله يد إبراهيم عليه السلام، جاء إبراهيم بحجر، بهذا الحجر الموجود حاليا في مقامه اللي هو في مقام إبراهيم عليه السلام، أتى بحجر سيدنا إبراهيم ليقف عليه، فقام عليه حتى استوى واقفا ليزيد طول البناء، وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة ليرتفع البناء أكثر وأكثر. هو يريد الوفاء بالأمر الإلهي مخافة التقصير، لذا امتدحه ربه سبحانه وتعالى بقوله: وإبراهيم الذي وفى. ومع كل حجر كان يحمله إسماعيل شاعرا بالجهد والتعب، ويناوله لوالده إبراهيم الذي يشعر بحجم المسؤولية المكلف بها، هذا أول بيت وضع لله في الأرض، إلا أن كلاهما كان يجمعهما شعور محبة الله سبحانه وتعالى،
والرغبة في بلوغ أقصى درجة في رضاه سبحانه وتعالى. فكان يرددان أنشودة التصديق والتسليم والطاعة لله رب العالمين: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يدعوان الله سبحانه وتعالى قبول هذا البناء والرضا عنهما، فهو سبحانه وتعالى السميع لدعائهما العليم ببنائهما. ومقام سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي ذكرته منذ قليل هو الحجر اللي سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يقف عليه خلال بنائه الكعبة. يعني سيدنا إبراهيم لم يكتفي بأنه بناء الكعبة يكون إلى أقصى ارتفاع في يده المبارك عليه السلام، بل أراد أن يزيده ارتفاعا فوق ارتفاع، فأتى بالحجر الذي وقف عليه ليعلو أو ليعاونه على أن يرفع بناء الكعبة أكثر وأكثر، ويناوله الحجر سيدنا إسماعيل عليه السلام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طاف بالبيت صلى خلف المقام ركعتين، لذلك بيسن للطائف اللي بيطوف سواء في عمرة سواء في حج سواء داخل تحية للبيت الحرام بعد الطواف أن يصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. لقد اختار الله سبحانه وتعالى الصديق النبي إبراهيم عليه السلام لبناء الكعبة المشرفة، بيت الله المشرف المعظم الكريم على الله، فقد جعله الله سبحانه وتعالى محط الخيرات ومستقر الأمن والرحمة، قبلة المؤمنين ومحط أنظار المشتاقين للحج والعمرة والزيارة. أقامه الله سبحانه وتعالى في أم القرى مكة المكرمة، وجعله الله سبحانه وتعالى محلا مباركا يأمن فيه الخائف ويطمئن البائس، وتسكن فيه قلوب العاشقين لجلالة هذا البيت المقدس مكانا ومكانة. وكيف لا وقد عظمه الله وزاده مهابة وإجلالا، وفرض على المستطيع الحج إليه والطواف حوله، أول بيت وضع للناس في الأرض، محل البركات والهدى والرحمات والرضا والعطاءات والفيوضات. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. لقد كانت قواعد البيت الحرام موجودة من قبل أن يرفعه إبراهيم عليه السلام هو وابنه إسماعيل عليهما السلام، ولكنها مع مرور الزمن اندرست تحت الأرض. هيأ الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام مكان تلك القواعد. إذن هو معلوم منذ بداية الخليقة، منذ أن خلق الله هذه الأرض، أن هذه البقعة هي أول بيت لله على الأرض، وبالتالي مكانها محدد معلوم. وسبحانه وتعالى كشف وأبان لسيدنا إبراهيم عليه السلام هالقواعد له ليبنيها بأمر ربه على قواعد هذا البيت الأصلية. فالبيت كان موجودا قبل إبراهيم بدليل، وإبراهيم يعلم ذلك بدليل أنه حين ترك سيدنا إسماعيل وستنا هاجر عليهما السلام في مكة دعا ربه قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فإبراهيم يعلم ذلك جيدا. إن إبراهيم عليه السلام كان صديقا نبيا. أثناء قيام إبراهيم عليه السلام وولده بجمع الأحجار وبناء البيت الحرام، امتثل أمر الله تعالى مع البناء أنه قام بتطهير البيت العتيق من الأقدار والأرجاس وكل ما لا يتناسب مع مقام هذا البيت الذي يجهزه ويعده إبراهيم للذاكرين والمصلين. وإن ربنا سبحانه وتعالى أمره بأن يجعله مهيئا لاستقبال الطائفين به والعاكفين في المسجد الحرام والمؤدين للصلاة بداخله من الركع السجود، فقام عليهما السلام بذلك العمل على أتم وجه، وهما يدعوان الله سبحانه وتعالى في أثناء عملهما أن يحفظ الله هذا البلد مكة المكرمة، وأن يرزق أهله من كل الثمرات، وأن يتقبل منهم هذا العمل الصالح، وأن يجعلهم من المسلمين الموحدين، وأن يخرج من ذريتهم أمة مسلمة موحدة تعبد الله ولا تشرك به، وأن يغفر لهم وأن يتوب عليه.
واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعائهما، فأخرج أمة العرب من لدن إسماعيل عليه السلام، وبعث من نسله نبينا وسيدنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أمة العرب هذه، ومن نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التحية وأتم التسليم. يقول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هكذا أرخ القرآن الكريم لهذا الدعاء العظيم، قام بهذا التكليف المبارك برفع قواعد البيت العتيق، ولم يكتفي عليهما السلام بتنفيذ هذا التكليف الرباني الكريم، بل قام بالدعاء لنفسهما وللذرية التي تأتي بعدهما، فكان بهذا الدعاء المبارك نبي آخر الزمان سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته المباركة. وبعدما أنهى الصديق النبي إبراهيم عليه السلام بناء البيت العتيق وأكمله وأحسنه وجمله وطهره وزكاه ورفع قواعده ليكون قبلة الذاكرين ومقصد السالكين ومأمن الخائفين، أمره ربه أن يؤذن في الناس بالحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أي أمره ربه بأن ينادي: نادي يا إبراهيم، نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج، حج هذا البيت العتيق. فالحج إلى هذا البيت العتيق الذي أمرناك ببنائه. فقال إبراهيم: يا رب، وكيف يبلغ صوت الناس وصوتي لا ينفذ إليهم؟ فقيل له: نادي يا إبراهيم، عليك النداء وعلينا البلاغ. فقام على مقامه مستويا واقفا مناديا قائلا: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. وترى ساعتها الجبال تواضعت والأشجار توارت والرياح وكأنها سكنت، حتى بلغ صوت إبراهيم أرجاء الأرض ومن فيها وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه الحجر والمدر والطير والشجر ومن كتب الله سبحانه وتعالى له أن يحج إلى يوم القيامة قائلين مرددين: لبيك اللهم لبيك. وهكذا رفع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قواعد الكعبة المشرفة على أساسها القديم، وطهراها من الأرجاس والأنجاس، وأذن إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج، وقام بهذا الإعلام، وبقيت الكعبة بيت الله الحرام، وستظل حرما آمنا إلى قيام الساعة، وستبقى مكة هذه البقعة الطاهرة بلدا آمنا مطمئنا للإنسان والحيوان، يسوق الله سبحانه وتعالى لأهلها ثمرات كل شيء،
ثمرات الأشجار والأفكار، كلها تقصد بيت الله العتيق استجابة لدعاء خليلي إلى استجابة لدعاء خليل الله الصديق النبي إبراهيم عليه السلام. إن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سار بأهله من بلده الجميل إلى واد غير ذي زرع في مكة المكرمة امتثالا لحكم الله تعالى وامتثالا لأمره، فإنه قد بذل كافة قواه في بناء بيت الله الحرام. ورغم الجهد والتعب والوفاء في البناء، إلا أن إبراهيم عليه السلام الخليل الذي يزن أمة كاملة من الأمم الصالحة في الامتثال والطاعة، كان يخاف على عمله ويشاطره الخوف ولده إسماعيل في ألا يقبل الله سبحانه وتعالى منهما العمل، يمسكان فؤادهما حتى لا يطير من صدورهما خوفا ألا يكون قد أتم التكليف وفق ما يحب ربهما سبحانه وتعالى ويرضى. فرغم التعب الذي نزل بهما، إلا أن الخوف من الله سبحانه وتعالى أذهب عنهم أي مشاعر سوى رغبة الاطمئنان في القبول الإلهي، فظل يرددان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. علينا أن نمتثل هذا الدعاء المبارك وفي كل عمل صالح نتوجه به إلى رب الأرض والسماء. لا يعتقد الإنسان أنه يبلغ رضا الله بمجرد عمله، بل عليه إذا صام وإذا قام وإذا قرأ القرآن وإذا أطعم المسكين وإذا كساه وإذا سعى في جميع الخيرات المأمور بأن يقوم بها، وما كذلك يسعى بأنه يتطوع بالقيام بها، أن يدعو ربه: ربنا وتقبل منا. لابد أن يدعو الله سبحانه وتعالى. ضرب لنا إبراهيم الخليل مثلا في التصديق الكامل والتسليم الشامل لأمر الله سبحانه وتعالى بالقبول والرضا والتنفيذ الخالص لله رب العالمين، رغبة في بلوغ المقام الأعلى مع الصديقين الذين لا تنقطع قلوبهم ولا تتوقف ألسنتهم عن ترديد الإذعان والإعلان بالخضوع لله تعالى، قائلين بأفعالهم وأقوالهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مرحبا بحضراتكم من جديد، ونبتدي النوهة على الصفحة الرسمية الخاصة ببرنامج قلوب عامرة. والحقيقة جايلنا أسئلة كتيرة مهمة. صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة اسم الصفحة، والأرقام الخاصة بالتواصل من خارج جمهورية مصر العربية. النهاردة إن شاء الله نلحق كده نجاوب سؤالين من الصفحة. بنبدي بس الأسئلة الخاصة بالأضاحي وكده عشان بس الناس تبقى في حل من أمرها. السلام عليكم أستاذة دعاء. اهلا بحضرتك دكتوره ناديه. اهلا وسهلا ست كل. اهلا وسهلا، اتفضلي. فن دكتور ناديه، انا بس واقعه في اختيار صعب شويه. انا وجوزي عمرنا فكرنا في موضوع الخلفه وبقالنا سنين متجوزين، لكن اهله شايفين ان ده مصدر سعادتهم وكل املهم في الدنيا، وحصل انه بابا يعني بقى مريض، فهو قرر انه يرضي بابا لانه عارف ان ده امله الوحيد في الدنيا يعني، وانا مش عايزه اخلف في نفس الوقت. فانا حضرتك مش عايزه تخلفي اصلا؟ يعني ما يعني ما انت ما عندكيش مانع في يمنع؟ ما عنديش مانع جسديا، بس مش عايزه اخلف. وهنا عندي كذا تساؤل بقى، ده محتاجه حضرتك تجاوبيني فيه. طبعا غير الاختيار الصعب ده انا واقعه فيه يعني، لانه ده ممكن يؤدي الى انه. طب انا اقدر من غير ما اضايقك اعرف ايه السبب في انك انت مش عايزه تخلفي؟ طبعا اكيد انا بفكر فيها شويه بطريقه مختلفه، انه انا شايفه انه اقدر اساعد ناس في الدنيا بطرق مختلفه غير ان انا اخلف. يعني انا نفسي قوي ان انا اكفل طفل او اطفال، وعمري ما حلمت بصراحه او كان عندي طموح ان انا ابقى ام.
وغير كده شايفة انه، وده اللي عايزة حضرتك تساعديني فيه، انه انا بشوف انه دلوقتي الاخلاق بقت في النازل، يعني بقى في انحطاط اخلاقي، بقى في ظلم كتير قوي. فبدل ما اجيب طفل للدنيا ملوش اي ذنب، انا اصلا مش مستعدة له، لانه انا نفسي تربيتي كانت، يعني اقدر اقول ان هي ما كانتش سوية قوي بالطريقة اللي انا نفسي اربي بيها طفل. فبفكر انه طب ما في ناس تانية ما عندهمش لا ام ولا اب، فانه ليه ما ساعدهمش طالما انا اقدر على ده. ده احد الاسباب المهمة. في اسباب كتير، يعني طبعا احنا مش مستعدين قوي ماديا، احنا لسه صغيرين بنبدأ حياتنا. بس ما هو يعني انتوا، ما انتوا مش هتجيبوا يعني 10 عيال مرة واحدة، احنا طفل يجي والدنيا تمشي، ولكن طريقة التفكير فيها نوع من الغرابة شوية بالنسبة لي. ما هو أنا عشان محتاجة أفكر فيها كويس، لأن هو قرار مصيري. لانه هيبقى البديل بالنسبة له التاني انه يتجوز عليكي، وهيبقى خيار يعني مش سهل. اصل مش سهل اذا صبر سنه او 2 او 3 على انك انت مش عايزه تنجبي وهو مرتبط بيكي، هيجي بعد كده يرتبط بواحده تانية ويبقى عايز يبقى عنده اولاد، لان دي فطره ربنا خلق الناس عليها، ولا ايه يا دعاء؟ مظبوط مظبوط جدا. انا الحل اللي فكرت فيه واللي هو مش عايز الجا له هو الانفصال. بس انا قبل ما اللي اخد هو ايه خطوه في ده اللي هو الانفصال، بس قبل ما اخد خطوه في ده لازم ادرس كويس قوي القرار. يعني محتاجه افهم هل حاضر. في حرمانيه عليا اني ارفض الخلفه، رغم يعني هل انا كده برفض نعمه ربنا وانا قادره وفي غيري مش قادر؟ طب لو ما فيش حرمانية أو في حرمانية، أنا برضو مش فاهمة كويس حتة إنه أنا كأنثى بأحمل رحم جوايا، هل أنا مطالبة إن أنا أجيب أطفال في الدنيا؟ وفي مؤشرات كتير قوي بتقول إن هي قربت، إنه إيه؟ إنه النهاية قربت، يعني إنه علامات القيامة الصغرى والكبرى بدأت تظهر. طب ومن فإزاي؟ أدراك ده النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بيقول للسائل لو في إيدك فسيلة أي زرعة والساعة بتقوم اغرسها. يعني لا يتوقف الإنسان عن الأخذ بالأسباب وعن عمارة الأرض، حتى لو شايف الساعة بتقوم وفي إيده حاجة هو بيعملها يتم العمل. طب وإن جاب الذرية في زمن أنا شايفة انه من وجهة نظري انه في مفاسد كبيرة، في ظلم كتير، في العالم، في، لكن لا يمنع الانسان المؤمن انه ينجب، وانه يسأل الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة، وانه يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، فيسأل الله اللهم اصلح لي في ذريتي لما ربنا يدهاله، وربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. والا سنبطل عمل هذه الايات لو كل انسان فكر بالطريقه اللي حضرتك بتقوليها. لكن الانسان يعزم ويتوكل ويسأل الله الذريه الصالحه، ويسأل الله ان ربنا يعينه عليها، يعينه على انه يربيها، ويعينه على انه يقوم بحقوقها كامله الماديه والادبيه والمعنويه يعني. لكن ما يبقاش الطريقة الإحجام التام، لو بأجل لفترة مقبول، أما المنع التام فيحرم عليك، ده شيء يعني بديهي، لأنه ليس هناك ما يمنع. ومش فكرة إن أنا أصلي جوايا، هو أنا مش قادرة أعقل إن أنا جوايا رحم، وإن أنا هيأ الله الأنثى لأن تكون على هذا الحال، وهيأ الرجل ليكون على هذا الحال، وجعل الزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي آية عظيمة، وجعل بين الزوجين المودة والرحمة. ومما يعني يساعد ويدعم وينشط هذه الحياة الزوجية إنه يكون في طفل، فلا يجوز لي ان انا اروح اقول له عشان انا مش عايزه اخلف خالص فاطلب الطلاق، فتبقي بتسالي الطلاق في غير بأس، انما انت بتسالي الطلاق من غير ما تزعلي يا دعاء في تفكير غلط. لغيتي خالص قضيه الايمان، ولغيتي ان انا عبد متوكل. امال انا كنت بتجوز ليه؟ اللي هيخليني اجيب طفل اربيه، ومنعت هذا الزوج حقه، اجيب طفل واكفل ما عنديش اي مشكله. انا ما اقولش انا الناس ما عندهاش او اطفال او ما عندهمش من يقوم برعايتهم، طيب وهذا الزوج اللي محتاج من يراعيه، انت النهارده هتقومي باعمال خير وهتقومي بكذا وكذا، في وقت انت هتحتاجي المساعده فيه اللي بيقوم بابناء الانسان، صحيح، واللي بيقوم بكفالتهم، ولا نمنع الانسان من صنيع الخير، لكن ده دين
أنا بقدم الخير وبربي ذرية طيبة، ولما بأكبر وأحتاج المعاونة هؤلاء، لأن دي هي دائرة الإنسان، دايما فقير محتاج إلى من يعاونه إلى من يساعده، وهذا حال المخلوقين. فلكن ما يبقاش التفكير بالطريقة مادية صرف، ما فيهاش قضية الإيمان. فين أنا بفكر إزاي لو أنا إنسان مؤمن؟ وأزيد الأمر كلام إن شاء الله في الإجابة. أستاذ أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إزاي حضرتك فضيلة الدعية؟ أهلا وسهلا أستاذنا الفاضل. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بألف خير يا أستاذ. لو سمحت فضيلة الدعية، أنا كنت عايز أسأل حضرتك استفسار بسيط لو سمحت. اتفضل يا فندم. طبعا انا مهندس وتخرجت من الازهر الشريف، والحمد لله حافظ القران الكريم كاملا تبارك الله. وعشقي ان ادرس تفسير الشيخ الشعراوي دراسه وفهما وحفظا، لان لي هدف بعد كده ان شاء الله. ربنا يفتح عليك ويزيدك من فضله. اللهم امين. السؤال فضيله الداعيه، من اين ابدا وكيف ابدا، خصوصا اني لا اريد ان اجعل كتابي شيخي؟ هذا هو السؤال فضيلة الداعية. يعني حضرتك عاوز تبدأ التفسير أو علم التفسير بقراءة تفسير سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي. نعم، حفظا وفهما كما يعني فسره للأمة جميعا. رضي الله عنه، قام بعمل جليل. حاضر، هل في حاجة تانية يا أستاذ أحمد؟ ربنا يفتح عليك. لا فضيلة الداعية، هذا هو سؤالي. حاضر حاضر أخي الفاضل، شكرا. أستاذة أمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا كنت بس عايزه اسال حضرتك اني انا في مشاكل بيني وبين اختي بقالها سنه ونص، بسبب ان انا يعني في موقف من المواقف اتنرفزت عليها في حوار، وقلت لها انا اعتبري يا ستي ان انا خلاص ماليش اي اخت ولا انت ليكي اخت. في موقف من المواقف كنت متنرفزه وهي عصبتني، فحصل مني كده. الكلام ده من سنتين حضرتك او من سنه ونص. انا في خلال السنتين دول كلهم عمال استعطفها واعتذرت لها. انا اختها الكبيره، يعني انا عندي 42 هي عندها 35. تمام. هي عندها سوري 30. فانا يعني بيني وبينها سن كبير، انا الكبيره وهي اصغر واحده يعني. فانا طبعا كان بيني وبينها صداقه واكثر من اخت والحاجات اللي هي ايه، كل مشاكل معاها وكل حاجه. فالمهم انا بقالي حضرتك سنتين بستعطفها، قلت لها كل حاجه، انا اسفه وما تزعليش، وعيطت لها، قلت لها انا ممكن اموت وانت زعلانه مني، انا مش ما فيش حد هي بتسمع له في العيله يا ست امل؟ كل لا ما فيش حد. الموضوع ما حكيناهوش لحد غير امي واخويا واهلي. طيب ما حدش من اللي حكيته لهم دول يتكلم معاها يوعيها؟ اتكلم معاها، بس هي من النوع اللي هو ما يعني كله بيخاف على خاطرها، يعني هي بيخاف على خاطرها. ما حدش اللي هو اتكلم الا انت غلطانه، انت قلت لها زعلتيها، والزعل مأثر فيها في احساسها وهي متأثره. لا ما يخافوش على خاطرها ولا حاجه يوعوها وينبهوها. لا ما يخافوش على خاطرها. ايه اللي خاف على خاطرها وتتعذب بخاطرها ده في الاخره، لانها هتبقى قاطعه للرحم. تمام. قاطعه للرحم. يا كل الناس بتغلط ولازم نسامح بعض، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ اخاف على خاطرها راح ترمي نفسها مثلا في اي حافه تهلكه، اقول انا خايفه على خاطرها مش عايزه اقول لها؟ ده مش منطق. لا انا قعدت حاولت، انا خايفه من ربنا. انا كنت الاول. لا انت عملتي، بالنسبه لك انت عملتي اللي عليكي، لكن انا بالنسبه لها هي يبدو انها مش فاهمه. يعني اتحولت حضرتك دلوقتي الاحساس بيا ان انا خلاص مش حاسه بيها كاخت، مش عندي. لو حصل لها حاجه بجد انا وصلت لمرحله ان انا احساسي بيها مش موجود، مش خايفه عليها. لا لا لا, لا بس عشان انت يعني زعلانه ان انت طيبتي خاطرها كذا مره وهي ما فيش استجابه، فبيحصل الإنسان رد فعل طبيعي. بس إن شاء الله لا، هي أختك، وحتى لو أساءت أنت تحسني، وأنت كده أديتي الذي عليك. في المناسبات برضو أتكلم إلى أن يهديها ربنا، لكن لازم العيلة حد تكون هي بتسمع له. مش حاجة اسمها خايف على خاطرها، يقول لها إيه سبب الخلاف. الناس ما بتبقاش على طول زعلانة من بعضها وقفل على نفسها والكلام ده كله، لازم يبقى في حد بيكلمها. قطع صلاة الأرحام ده، وده أنت أختها وأكبر منها، ففي أكثر من رعاية إنك أختها وإنك أكبر منها في السن، لازم حد يكلمها يا ست أمل. أسماء. ألو. أهلا يا أسماء. أهلا بحضرتك. أهلا بك. بعد إذنك، أنا كان رمضان مش اللي فات ده، اللي قبله، أنا كنت حامل في الشهر الأخير. والدكتورة كانت طلبت مني إن أنا أفطر عشان كان في علاج وكده. وطبعا رمضان اللي فات ابني صغير لسه هو بيرضع طبيعي. كان في رضاعة. بس انا كنت رمضان ده برضو يعني انا ما فطرتش فيه حاجه، بس انا تعبت وهو تعب، فانا مش عارفه. وانت حامل وانت بت في فتره الرضاعه الطفل الصغير، انت صمتي؟ يعني
صمت علشان ما يبقاش ان انا فطرت رمضانين ورا طب ليه بعض. اهلكتي نفسك انت والطفل يعني؟ ما علشان ما يبقاش ان انا فطرت رمضانين ورا بعض وكده يا ستي. هو ربنا سبحانه وتعالى ميسر الدنيا للانسان يستطيع ان يؤدي حق الله وحق هذا الطفل او بي من غير لا تعذيب نفسي ولا يعني التقليل من حقي. طيب انا دلوقتي انا مش على الشهر عارفة اللي فاتك صيام. مش عارفه اصومه ازاي يعني. انا دلوقتي بتعب مش قادره ان انا اصومه مش عارفه وشايله عبء ان انا عليا شهر كامل. ربنا ان شاء الله ييسر الاحوال. حاضر هرد عليك، هنقول رد عليك بقول الجمهور. ممكن ناخد سؤال كمان معانا؟ طيب التليفون. طيب بعد الفاصل نطلع الفاصل، وبعد الفاصل نتواصل مع حضراتكم على خير ان شاء الله. مرحبا بحضراتكم من جديد. هناخد التليفونات اللي قلنا عليها عشان بس حبايبنا ما يزعلوش. السلام عليكم يا استاذه ريهام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا. انا حضرتك طيبه. وحضرتك طيبه يا استاذه ريهام، اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك، انا كنت قبل ما اتجوز كان يعني كان حصل حاجه بيني وبين خطيبي اللي هو حاليا جوزي يعني. نعم. حاجات يعني ما كانش ينفع ان هي تحصل يعني. تمام. ف يعني احنا بنقعد ما بيننا وبين نفسنا دلوقتي يعني انا وهو احنا متجوزين يعني بنحس بالحرمانيه او يعني كده، طبعا استغفرنا كتير وكده بس يعني ايه ما بيننا وبين نفسنا يعني كل فتره انا عن نفسي بقعد اانب ضميري يعني ان حصلت حاجه زي كده. حاضر حاضر. وفي سؤال بس بسيط بس معلش. اتفضلي. انا كنت قبل ما اتجوز كان يعني كان زي اللي هي الحوارات العائليه انها تتجوزي ابن خالتك وكده والكلام ده، فجيت بعد ما فما حصلش نصيب يعني اتجوزت حد تاني. فبعد ما اتجوزت حصل حوار بيني وبين ابن خالتي على الواتس، بس حوار عادي اللي هو يعني اللي حصل ده كان زمان ومش عارف ايه الحوارات اللي هي العائليه دي. فانا ما بيني وبين نفسي يعني حاسه بالذنب برضو ان انا ازاي اكلم حد يعني من غير ما كان جوزي يعرف او كده. انا مش اتكلمت بحاجه عيب او كده، انا اتكلمت يعني اللي هو يعني اللي حصل زمان وكده يعني ده كانوا بيقولوا كان هيحصل كده وبس يعني. طيب حاضر. عايزه اعرف يعني هل حاضر. انا كده على خطأ ولا؟ حاضر يا ريهام. حاضر شكرا يا هبه. استاذه هبه اتفضلي يا فندم. يا استاذه هبه. ايوه اهلا. أيوة. وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا. بقول لحضرتك انا سمعت الاخت اللي هي كانت بتقول على ان هي مش عايزه تخلف او كده. انا بقالي 6 سنين نفسي اشوف اتعين يعني. انا بس طالبه من حضرتك بس ان ايه تدعي لي بس انا وجوزي ان ربنا يرزقنا بشكل اتعين. حاضر ان شاء الله ربنا يطعمك بنين وبنات صالحين وصالحات بحق هذه الايام الطاهره والليالي الشريفه، وان شاء الله جميع المشاهدين يامنوا ويدعوا لك بظهر الغيب ربنا يطعمك بنين وبنات ان شاء الله صالحين وصالحات من اهل الذكر ومن حمله القران الكريم، حملت القران حفظا وعملا واقراء ان شاء الله. اللهم امين. شكرا يا هبه. طيب معلش اللي دخلوا ما يعني ما قدرناش ندخله ان شاء الله باذن الله بناخد نتواصل مع حضراتكم بكره باذن الله. في بس سريع الاستاذه دعاء، يعني انا استاذه دعاء اللي مش عايزه تخلفي وكانت يعتبر بلسان الحال هبه ردت عليكي، دي عطيه الانسان مش بطريقه تفكير مش مظبوطه تخليه يختار حاجات مش منضبطه. انا بس حاسه حاجه تانية يا دعاء وخديها مني يعني بصدر رحب، انا حاسه انك محتاجه برضو مشوره نفسيه في وسوسه جامده، في قلق شديد اني هخلف وفي مثلا الاخلاق الكيرف بتاعها نازل. طيب عشان احنا محتاجين نعتني اكتر باولادنا، ده يخلي بدن انت فاهمه المحيط اللي انت فيه ده كويس قوي، ادراك الانسان للواقع اللي فيه شيء مهم جدا عشان قراراته تكون مدروسه، لكن مش قراراته دي تدخل في حته تمس اعتقاد الانسان. ازاي تمس اعتقادي؟ لان انا يوم ما بفكر بماديه مجرده دون وجود خالق انا ارجع اليه واعود إليه، وهو أمرنا بالزواج وأمرنا أن إعمار هذه الآية والحفاظ عليها ونحن نسأل الله الذرية الصالحة الطيبة، وإن لما الإنسان يوهب هذه الذرية هي عطاء محض من الله فيحسن الإنسان شكرها ويدعو الله ليل نهار بأنه يبارك فيها وإن ربنا سبحانه وتعالى يعين على حسن تربيتها على الوجه الذي يرضيه، فنعمل العكس ده فيبقى حصل عندي بعض التشويش في حتة العقيدة بتاعتي. فدي احنا اتكلمنا فيها في
قبل الفاصل. نقطة تانية، لا مانع إذا الإنسان احتاج يعني مشورة نفسية إنه يرجع، لأنه واضح إنك تعرضتي لأشياء في صغرك مأثرة على هذا القرار. أنا أنصحك بالتالي: تستجيبي لطلب الزوج وتطلقي نفسك في هذا الأمر، وإن شاء الله ربنا يرزقك بذرية صالحة، أنت إن شاء الله يكون عندك العزيمة الصادقة على أنك تربيهم على الأخلاق الطيبة وتنشئي في هذا المجتمع النشء الصالح، لأن هو ده اللي إحنا إيه بسبب إيه الشباب أغلبها كان بقى فيه بعد عن النمط الأخلاقي، انشغلنا عنه. فإحنا مش عايزين ننشغل عن الأولاد ويبقى هم تفكيرنا، تفكيرنا مش نشيلهم الموبايل الماركة الفلانية ولا يلبسوا اللي معرفش، يلبسوا وانبسطوا كل حاجة ما بقولش حاجة، لكن مش هو ده الهم الشاغل. الهم الشاغل أنشئ صالحين وصالحات، وربنا بيفتح من عنده ويعطي بلا يعني حد. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، دي نصيحتي ليكي، عشان هو مجرد ما هيتزوج عليكي كل الأفكار دي هتتبخر وتلاقي نفسك أفسدتي حياتك. وبعدين عشان أطلب الطلاق، أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، مش الجنة ولا تشوفي ريحتها، لأنك أنت بتهدي هذه الآية اللي ربنا جعلها آية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الحمد لله. وبعدين أجي أنا أهدها بمنتهى البساطة كده: رجع نفسك يا دعاء، يا أستاذ أحمد أنت اخترت شيخ المشايخ سيدنا ومولانا شيخ محمد متولي الشعراوي، عمل تفسير غاية في الجمال، وسيدنا له منهج في التفسير رغم تواضعه الشديد وإطلاقه على تفسيره بأنه خواطر حول القرآن الكريم، إلا أنه كان له منهجا علميا، وهو المنهج الموضوعي في تفسيره، عنده نظرة موضوعية في رعاية للواقع بصيرة جدا، عنده إحساس عالي جدا بالإعلام، يعني مش ان هو كل ما يعرف يقال، لا، عنده انتخاب ايه اللي يصلح للجماهير انه يواجه الناس بيه، وانه يتكلم في قضايا كتيره بتعين على الناس كتير. هتلاحظ في تفسير الشيخ الشعراوي انه عصري، هو ده المساله اللي بقول لحضرتك انه واقعي جدا، يلامس حياه الناس جدا. واذكر بالخير الاستاذ احمد فراج عليه رحمه الله، وقال لي في صغري لما عرف ان انا باخد رساله الماجستير في تفسير سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي، قال لي: دراسة تفسيره ده جانب، ودراسة حسه الإعلامي جانب تاني. يعني هو نصحني بأنه بعد ما خلص رسالة الماجستير اللي كانت في تفسير الشيخ محمد متولي الشعراوي، إن أنا كان قسمي التخصص بتاعي تفسير، قال لي أنه الجانب الإعلامي في عرض الشيخ الشعراوي للقضايا التفسيرية والموضوعات محتاج دراسة إعلامية. وصدق، أنا يعني أشرت إليها، لكن هي الحقيقة تحتاج رسالة ماجستير أو دكتوراه مستقلة خاصة بهذا المجال، وحبيت بس أقولها للباحثين والباحثات تكون خطوة في هذا الطريق. اسمع كتير سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي، وبرضو التفاسير الميسرة في الحتة اللي ممكن تقف فيها، التفسيرات الخاصة بالكلمات القرآنية، لازم يكون عندك المفردات الخاص بالراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن الكريم، مهم جدا يكون عندك وإنت بتتعامل مع تفسير الشيخ محمد متولي الشعراوي، لأن هو كان بيعتمد عليه، بيقرأ فيه كتير، ونصحني بهذه النصيحة رحمة الله عليه. فيكون عندك وإنت رجل متخصص ومن أهل القرآن كتاب المفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني، لأنه بيجيب لك اللفظة واستعملها في القرآن كله، النظرة الموضوعية. ومن هنا أنا تبنيت المنهج الموضوعي، وأكدت أن الشيخ محمد متولي الشعراوي له هذه النظرة الموضوعية، هيعينك بصورة كبيرة، لأن هو نصحني باقتناء هذا الكتاب. اسمع وإقرأ الاثنين مع بعض، السماع مهم، لأنه طريقة الشيخ والتعبير وحركة الشيخ هو بيتكلم، كل ده بيعمق المعاني في نفس المستمع. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الفتح والتوفيق في فهم أنوار القرآن الكريم يا أستاذ أحمد. يا أستاذة أسماء، فاتك الصيام في وقت معين بسبب عذر الحمل، وأرهقتي نفسك في مسألة الرضاع، لكن بالنسبة لهذا الشهر لك حاجة من اتنين: يا تقضي هذه الأيام على قول من قال بذلك، أو أنك أنت تطعمي هذه الأيام على فهم ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما من خلال الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فحضرتك تقدري تطعمي عن هذه الأيام، يا تقضي
صيامها أو إنك تاخدي برأي ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما بالإطعام عن هذه الأيام، وبعد كده الإنسان لا يكلف نفسه فوق الطاقة. سريعا كان أخت أمل، أنت أديتي ما عليكي لأختك، ولكن لابد من توسيط وسطاء الخير في العائلة بتنبيهها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع الرحم، ده لا يدخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا ذلك لننتبه. الواحد يزعل ياخد على خطره شوية ويرجع على طول للصلة ونغفر لبعض. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وإحنا في الأيام كمان الشريفة دي نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرضى عنا ويجعلنا من أهل الرضا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينا نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن تدفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقض لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. أستودعكم عناية الرحمن، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. اللهم آمين.